كتير شباب فلوا من لبنان ومنهم عم بيفكر يفل هلأ، لوين، كيف، ليش؟ كتير سؤالات تنسأل، وكتير عالم بيجربوا يقنعوا الشباب يبقوا بلبنان. الأسباب هن كتيرة، سألناهن وجربنا نفهم منهم ليه بدهم يفلوا. حابب فل من لبنان بس ليش؟ لأنه مش كرمال قصص مصاري وهيك، لأنه أنا ما بيهمني صراحة المصاري، بس أنا على الأقل حدا برا بيقدر يحترم لي الشيء اللي عم بعمله أو شيء يعني بالميوزك وهيك، وهون يعني مش إنه ما بيحترموه، بيفنتروا عليه يعني. اترك لبنان يعني هاجر؟ أكيد لأ، بس إنه مشان شغل جمعة جمعتين شهر إيه بتركه برجع. أكيد عندي طموحات أوصل على قصص برا يعني انترناسيونال شوي، بس إنه بدي أبقى بلبنان، يعني بدي من لبنان أعمل هالشي. إذا بفكر سافر مش لأنه بكره لبنان، لأنه كتير بحب سافر وبحب إيش برا. أنا اللي بدي أوصل له مش موجود هلا، بس بآمن إنه فيي أعمل اللي بدي إياه بلبنان شي نهار. أكيد أحسن هونيك كشغل وكل شيء أحسن، لانه شغل بلبنان ما في. انت عم تعلم، انا عم ماجستير هندسه، ماجستير هندسه شو اللي شغل بلبنان؟ برا بتلاقي فرص احسن، بتلاقي عالم بيقدروا لك شغلك، بيقدروا لك معاشك، بيقدروا لك شغلك، بيعطوك على قدك. يعني هون بلبنان بتبلش الشغل ب 1000 دولار، بتتطور كثير 2000 دولار بدك قد ايه؟ برا بتبلش بمعاش منيح، يعني عندك راحه لحتى تيجي لهون تبلش شغلك الخاص. مش مأمن الشغل بس ما بفهم. احيانا بفكر كثير، لانه بالنسبه للوضع الاقتصادي خاصه بلبنان صار الشاب كثير صعب عليه يتجوز او حتى الشغل، يعني صارت مثل صارت وصايه كلها بلبنان، ان كان معلم ولا ما كان معلم. ففي كتير شباب هلا مني ويمكن غيري، فكتير بيفكروا انه يسافروا لبرا ليأمن حياته، يمكن يرجع لبنان، يمكن ما فكر يرجع، من ورا خاصه الرؤساء اللي عندنا بيساعدونا كتير بلبنان. اكثر بلد بين البلاد العربيه فيني حقق ماي امبيشنز هي بلبنان اكثر من اي بلد تاني، وما فكره اني اسافر برا منا يعني ما صارت اوبشن بالنسبه لي. أنا ما بفكر فيلم من لبنان، لأنه ما في خير لبلده وما في خير لأي بلد. إيه أكيد بفكر هاجر، وشو في برا؟ في كل شيء ما في منه هون، في دولة، في نظام، في رواق، في حياة طبيعية، هذا كل شيء في منه برا، هذا كله مش موجود هون. صراحة إذا بفكر فيلم من لبنان هو بس كرمال أدرس شوي برا وأرجع أجي أشتغل هون، لأنه بالنسبة لي إنه أنا لبناني، إذا مفروض أشتغل كرمال شيء وكرمال لبنان مش كرمال شيء تاني. هلا صحيح برا يمكن بعمل مصاري أكتر وهيك، بس إنه كمان إنه هون في أفانتاجات ما بتلاقيهم برا، بس هون دايما في أكشن، دايما هيك الواحد بينطر يعيش تاني نهار، يعني إنه ما بتعرف بكرة شو فيه. إيه بفكر في بعد 15 سنة بدي فيل، إيه بدي فيل ما بعرف، إذا بتجوز وحدة ما باسبور سويسراني فيل. في ألف سبب وسبب بيخلي الشاب اللبناني يفل. كتير كتاب، كتير من الأهل والأصحاب بيجربوا يقنعون يبقوا. هل يا ترى رح يبقوا أو لا؟ هذا السؤال بيبقى مش معروف، لأنه الشاب اللبناني شاب كتير طموح وبيضل بده يعرف أشياء ويتعلم أشياء زيادة. أو يكون المصاري سبب كافي لتخلي اللبناني يفل؟ إن شاء الله لا. كمان مرة بقول حرام لبنان، إن شاء الله كلنا نعرف قيمته.